بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في شعب الإيمان للإمام البيهقي، باب في طاعة أولي الأمر، فصل فيما ذكر في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. عن يزيد بن بعنوس عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، الإشراك بالله، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يتركه الله، ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض، وديوان لا يعبد الله به، ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدواوين ثلاثة. عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الدواوين ثلاثة. الدواوين جمعها ديوان، والديوان كلمة عربت، يعني فارسية عربها العرب، والتعريب بمعنى تؤخذ تلك الكلمة فتنظم على وجه وزن أحد الكلمات العربية فتصبح عربية، ما يتسمى عجمية، كالسندس والديباج والقسورة، هذه ألفاظ عربت إلى العربية فأصبحت عربية. لا يقال الكتاب الله فيه أعجمي، لا، ما عربته العرب بألسنتها على وزان الكلمات التي تنطق بها وهو عربي. الديوان جمع ديوان، والديوان أصله الجريدة. الجريدة في اللغة العربية زي الدفتر، كالدفتر، يعني صحيفة مكونة من عدة صحف تدون فيها الأعمال. العباد يدونون فيها أسماء الأشخاص، لأن أول من عمل الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدون فيها أسماء الجند ومن يستحق العطاء في آخر السنة وما إلى ذلك. مثلها مثل ما تضع أنت للصادر والوارد فتحصي تلك الأعمال. المراد بالدواوين هنا صحف الأعمال التي تتطاير يوم القيامة، فيتلقى المؤمنون صحفهم بأيمانهم، وغير المؤمنين بشمائلهم أو من وراء ظهورهم. عائشة تقول الدواوين بالنسبة للمؤمن وبالنسبة للغير المؤمن ثلاثة أنواع. في تلك الأعمال، في تلك الدواوين، في تلك الصحف، مسائل فيها شرك وكفر بالله، وأخرى فيها مظالم العباد، والثالثة فيها انتهاك حرمات الله فيما بين العبد وبين ربه، كترك الصلاة أحيانا وعدم جحودها وكفرا وتلك الأعمال التي هي مخلة بالشرف والآداب فيما بينه وبين الله. وأما الإشراك بالله فمعناه أن العبد يكفر بالله بأحد الأعمال التي تخرج صاحبها من الملة. صفات الله عز وجل يجب الإيمان بها، تعلم أن الله على كل شيء قدير. لا ينبغي لمؤمن أن يقول أن هناك أمور لا دخل فيها
لقدرة الله، وتعلم أن الله بكل شيء عليم، وتعلم أن الله عز وجل رحيم بالعباد، وأن من أفعاله ذو انتقام. هذه مسائل يجب الإيمان بها. له يدان سبحانه، وله عينان يبصر بهما سبحانه، وله وجه كما أخبر ذلك في القرآن. ولا بد أن تؤمن بجميع ما جاء في كتاب الله من صفات الغيب. لا بد أن تؤمن بأن هناك يوم يبعث فيه العباد من قبورهم، وتؤمن بأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال، وتؤمن بأن ما جاء من أخبار يوم القيامة طوله وما يحل بالناس من كرب لا بد من الإيمان به، وتؤمن بالجنة وتؤمن بالنار، ثم تؤمن بالمغيبات التي أخبر الله عز وجل أنها ستقع. تؤمن بأن يأجوج ومأجوج سيخرجون، وأن الدجال حق لا بد أن يظهر، وأن عيسى كلمة الله وروح منه لا بد أن ينزل آخر الزمان. هذه مسائل لا بد من الإيمان بها، بالملائكة وأنه خلق الجن. من أنكر شيئا من هذا فهو كافر، هذا لا يغفر الله له إلا إذا تاب، وتوبته أن يرجع فيقر بالشهادتين ويدخل في الإيمان. من لم يتب بعد قيام الحجة عليه، إيش معنى قيام الحجة؟ أي أنه بلغ فتبصر وعلم أن ذلك حق، لأن بعض الناس قد يجهل، كذاك الرجل الذي من بني إسرائيل كان يجهل أن الله قادر على أن يجمعه يوم القيامة، فقال لبنيه: يا بني إن مت فأحرقوني ثم انتظروا، اجمعوا ذاك الحرق المحروق، اجمعوه وانتظروا يوما فيه شديد الريح، واقتربوا من البحر ثم انسفوه، يعني انشروه في البحر، فيظهر يوم القيامة، يجمعه الله عز وجل فيقول: يا عبدي لما فعلت هذا؟ قال: يا ربي من خشيتك، وخاف الله أن يجمعه، ثم جهل أن قدرة الله عز وجل تعمل ذلك. مثل هذا الجهل يعفى عنه، أما من علم أن الله على كل شيء قدير فهذا كافر، هذا شرك بالله. ومن جحد شيئا من آيات الله بعد أن فهم معناها، أو أنكر وجوبها، أو استحلها، إيش معنى استحلها يا عبد الله؟ حرم الله الخمر فشربها، قال إنها حلال بعد علمه أن الله حرمها، أو ترك الصلاة بعد أن علم أن الله أوجدها جحوداً، ما هو تكاسل، فرق بين أن يتركها وهو كسلان غير نشيط ويعلم أنها حق لكن تركها جحوداً، فمن جحد أمراً بيّن الله أمره وحكمه فهو كافر. هذا الكفر في الأعمال الظاهرة وفيما بلغ الإنسان من سمع فأنكره، وما رآه من آيات الله علم أنها من قدرة الله، بخلاف من جعل أن ما يحصل في الكون من زلزال وأمطار شديدة وحصول فيضانات أو قتال وحروب أنها أسباب خلقت من تعجل بها البشر فحصلت، أو الطبيعة كذا، كما تسمع أنت أحياناً أن هناك هياكل عظمية قديمة، يعني قبل آدم، منها الإنسان كان حيواناً ثم تطور، أو ينكر أن الله خلق آدم، إنما حصل صدفة،
كل هذه مسائل كفر بالله عز وجل، الله لا يغفر لصاحبها بعد قيام الحجة إلا إذا تاب، هذا كفر يخرج من الملة، الله لا يتوب عليه إلا إذا تاب، ولا يغفر هذا الشرك مصير صاحبه إلى النار. ومن أنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم قال جاء إلى العرب لم يأتي لنا فهذا كافر، ومن زعم أن هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كفر يخرج صاحبه من الملة، ومن زعم أن أحدا من خلق الله له قدرة كقدرة الله يدخل الجنة من شاء ويمنع من شاء من دخول النار كما يزعمه طوائف من الباطنية ومن الشيعة وغيرها أن الحسين يفعل وأن فاطمة تفعل، وجعلوا ذلك مشاركاً لله في قدرته، كل من زعم أن غير الله يفعل الأفعال التي اختص الله بها فهو كافر. الكفر أمره عريض وشعابه كثيرة، وفيه هناك كفر دون كفر. إيش معنى كفر دون كفر؟ كفر مغلظ لن يتوب الله عليه كما يخبر سبحانه في الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر لمن يشرك به مقيد بالتوبة. هذه الأمور منها ما هو شرك يخلد صاحبه في النار وما هو شرك دون شرك، هذا يعذبه الله ثم يوفقه للتوبة، كالقسم كمن يقسم بغير الله، القسم لما تقسم بولي ورسول ونبي وأحد الصالحين وغيره، لأن القسم معناه كأنك تجل المقسم به إجلالا كإجلال الله، فمن خوفك منه وتقديرك له وظنك أنه يفعل ما يفعل تقول بحياة فلان ورأس فلان أو كذا من باب التعظيم، هذا شرك وكفر يا عبد الله. لكن ليس هذا كمن أنكر شيئا من صفات الله أو جحد شيئا مما أمر الله الإيمان به أو أنه استحل ما حرم الله، لا غير ذلك. كالإنسان أراد أن يحكم بين اثنين أمر الله بالعدل، فمن ظن أن حكم الله جائر لا يصلح لهذا الزمان ثم حكم بغيره فهو كافر، وإن حكم بذلك من باب الطمع في الدنيا والتقرب والزلفى فهي كبيرة من كبائر الذنوب، أمره إلى الله عز وجل. وهناك أمور تخفى على الناس في مسائل قلبية، الرجاء لا يجوز أن ترجو فلان أن يكشف عنك الضر أو هو الذي يرفع قدرك بين الناس أو هو الذي يزيل عنك الفقر أو يعطيك فيغنيك، لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا من الله، هو الذي يعطي ويمنع، لا بد أن تفهم هذا. وهناك الخوف، لا ينبغي لأحد أن يخاف أحداً إلا الله عز وجل. الخوف في خوف طبيعي، جبلي قل أحد أن يستطيع دفع هذا الخاطر من نفسه، إذا فاجأك شخص مريب أو رأيت حيوان مفترس أو قيل لك هذا جني وهذا بيت فيه كذا، الناس عادة تخشى حتى من الموهوم. لو كنت في غرفة ثم أدخلوا عليك ميت وقفلوا الباب عنك وعنه وقال اقرأ عليه ما تنام الليل، مع أنه ميت لا يضر ولا ينفع، لكن هذا الإحساس وهذا الوهم يضع في الناس بعض الخوف. هذا الخوف الطبيعي لا يحاسب الله عليه. موسى عليه السلام
كليم الله أعلم الناس بجلال الله وقدرته، مهد له الأمر حين النبوة، قال ألق عصاك بعد أن كلمه الله، فإذا هي حية تسعى، خاف ولا مدبر، قال تعال خذ العصا، خذ هذه، سنعيدها سيرتها الأولى، فأخذها عادت عصا. هذه من الآيات ليعلم أن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر وقادر على كل شيء. قال اذهب إلى فرعون ترى طغى وكثر تمرده، قال ربي ضعيف، قال سنقويك وسنشد عضدك. لما ذهب قال معك آيتان عظيمتان، هذه العصا، وإذا وقعت في كرب أضمم يدك إلى جناحك يذهب عنك الروع والفزع. الجناح يعني تحت الإبط، إذا وضعت هذا تجد الإطمئنان. ذهب فالتقى مع فرعون وتحداه، والله يعلم أن الله معه. ثم إن فرعون طلب من موسى موعد، فأعطاه موعد يوم الزينة، يوم العيد، حيث يجتمع الناس، وجاء السحرة بعصي ملأت الأرض والوهاد والجبال، أطلقوها وخيلت الجن أعين الناس أنها أفاعي تسعى، أوجس في نفسه خيفة موسى، يعني خاف موسى. كيف خاف؟ هذا الخوف طبيعي، هذا لا يحاسب الله المرء، لكن تخشى أن فلان يفقرك وأن فلان يعطيك وأن هذا متمكن أن يقيم الساعة وأنه يستطيع لزلزل بأهل البلد. هذا لا يجوز يا عبد الله أن يخطر ببالك هذا. ما ينبغي لك أن تخشى ساحر ولا كاهن ولا جني، لأنك إن فعلت جعلت لله نداً في التصرف في الكون. حتى عدوك يا عبد الله أمرك الله بأخذ الحذر، يعني كن معك سلاح، كن معك آلة تدفع بها هذا الكافر، لكن ما أمرك الله بخوف من أحد، لا، ما ينبغي، لأن الأجل واحد والرزق بيده والموت والحياة هو الذي خلقها. هذه المسائل القلبية منها ما هو كفر وشرك بالله، كمن يعتقد أن فلان هو الذي كذا، والغوث والقطل هو الذي لو ما كان موجود لحصل في الدنيا اضطراب. هذا لا ينبغي لعبد أن يكون في ذهنه هذا المعنى. تمعنا؟ بارك الله فيك، حطه في جيبك، هذا ما يحلو السواك إلا في الدرس. النعاس في الصلاة مكروه يا عبد الله، لكن العطاس محمود، العطاس لا تملكه، لكن النعاس أنت جلبته لنفسك، إما أنك أكلت تخمة حتى امتلأ البطن فعجز الإنسان عن الفهم، أو أنك قضيت سهرة ما ينبغي لك أن تسهر، تضع في كذا. وإذا جئت هنا إلقي اعتبارك، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي يا عبد أن تدعو مشوشات أو مسليات تذهب بك عن الفكر، لا لا، لأنها معصية. إن ضاق بك الحال اذهب منصرف إلى كتاب الله فاقرأه، لأن أعرف أن أناس يستمعون حبا للخير، وأناس صادفوا هذا المجلس واستحوا أن يغادروه ثم صابهم ملل، وآخرون يأتون إنما لغرض التشويش، والله أعلم بالنيات. نكرر هذا العبارة لأن بعض الناس ينتبه لمثل هذا. ما ينبغي يا عبد الله في مثل هذه المحافل التي جلساؤها هم كرام عند الله عز وجل أن يعمد إلى مثل هذا. نعود إلى حديث الدواوين ثلاثة. ديوان لا يغفر الله لصاحبه وهو الذي يشرك بالله عز وجل، وبينا أن الشرك لا يخلو أحد من شرك، لأن فيه شرك خفي
ما يدركه الإنسان. فهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء، من دبيب النملة على صفات سوداء في ليلة ظلماء. صفاء يعني حجر، هذا الحجر في ظلمة، إما داخل البحار أو في مكان مظلم، دبت عليه نملة، هذه النملة ما يراها أحد ولا يسمع دبيبها أحد إلا الله عز وجل. هذا الشرك يتسرب إلى قلب الإنسان ولو احتاط، فكثر فجل الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم، قالوا إذن كيف الخلاص؟ قال فليقل أحدكم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه كفارة الشرك الخفي لأنك لا تعلم عنه. وفيه شرك آخر، تغليب حق المصالح على حقوق الله، هذا شرك، لكن هذا الشرك يصادف الإنسان أن الله عز وجل يعذبه بحرمان شيء يحبه أو يسلط عليه مكروه، مو لأجل الانتقام. الله غني عن العباد، ما يعذبهم للتشفي، هذا فعل العباد بعضهم ببعض، لكن الله رحيم، أراد أن يمسهم بشيء من نفحة عذاب لأجل أن يعودوا إليه. هذا الديوان يقول صلى الله عليه وسلم لا يغفره الله أبدا. اقرأ الديوان الثاني. أما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العباد بينهم وبين الله عز وجل، كل عمل هو لله خالص ليس للعباد منه نصيب، فإن الله قادر على أن يغفره. وأما الديوان الذي لا يدع الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، وهو قصاص بينكم يوم القيامة. وديوان لا يتركه الله، ذاك لا يغفره الله. وهذا لا يتركه الله ليس بمعنى لا يغفره الله، ظلم العباد بعضهم لبعض لا بد أن يقتص للظالم، يقتص للظالم من يقتص للمظلوم من الظالم، لا بد من قصاص إما في الدنيا أو في الآخرة، لا بد من هذا. لا يتركه الله عز وجل، ما قال لا يغفره، لا يتركه، لأن المرء قد يظلم غيره ثم يستغفر الله ويتوب، إما أن يعود للمظلوم فيطلب منه المغفرة ورفع الزلل، أو أنه يعطيه ما يتسامح به أو يعجز عن ذلك، هذا قد يكفر الله عنه بكثرة الحسنات، والله يوم القيامة لا بد من قصاص. فإذا كثرت حسنات هذا الظالم وتاب وحسن أمره، فإن الله يعطي المظلوم ما يرضيه، ولا لا بد من للمظلوم من حق حتى ولو كان كافر، لا بد أن يقتص الله له. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ظلم العباد بعضهم بعضا هذا أمر لا يتركه الله أبدا، إما في الدنيا أو في الآخرة. نعم. عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس. الثالث والديوان الثالث. أما الديوان الذي لا يدع الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، وهو قصاص بينكم يوم القيامة. والديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يعبأ الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، لا يعبأ الله به يعني لا يبالي. الأول لبيان عظم خطورة الشرك، كأنه يقول سبحانه اجتنبوا ذلك، لأن ما عدا ذلك أمر سهل، إما أن تكثر الحسنات فيغفر الله لك، أو أن بينك وبين الله عز وجل ما بينه وبين الله كترك بعض الصلوات لا جحودا، كترك بعض الصيام، كعمل بعض المنهيات لا استحلالا، إنما أراد شهوة النفس غلبت عليه، هذه بينه وبين الله، هذه الله لا يعبأ بها، يعني
بمعنى أنها لأنه يعبأ بالأمر لأن العبء الأمر الثقيل، ويصف صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سهل أمره في الغفران والتوبة، يعني أن الله يتسامح في ذلك. عرفنا هذه الدواوين الثلاثة الأخيرة، الله يتسامح لعبده. ولذا إذا وجدت عبداً يخطئ احرص أنك لا تؤيسه من رحمة الله، لأن خير العباد من فتح رجاء الله للعبد وقربه إلى الله، لأن تقنيط العباد من رحمة الله كبيرة من الكبائر يا عبد الله. وكذلك أنك تجرئهم على معاصي الله كبيرة من الكبائر، لا تهربهم من الله عز وجل ولا تجرئهم على الله عز وجل. المعصية بين خطورتها، وإذا جاءك مشتك أنه فعل كذا وحصل منه كذا واقترف ذنب كذا، لا تيئسه من روحة الله، من روح الله، بين له أنه يفعل ذلك، والله يحب التوابين والله يحب المتطهرين. وإذا رأيت من ترى، لأن آيات الله عظيمة، ونسب شيئا من هذه الآيات، الآيات بمعنى المعجزات، الله ما سماها معجزة، سماها آية. والآية إذا جاء بيانها في كتاب الله أو سنة رسوله معناه أمر خارق عن قدرة البشر، لا يستطيعون الإتيان بمثله ولا يستطيعون دفعه، لا كسوف الشمس ولا الظلم الشديد في النهار ولا الرياح العاتية ولا كل كرب يصيب المرء في نفسه أو أهله أو ماله، الله هو الذي خلقهم وهو الذي يسلط عليهم وهو الذي يكشف الكرب. فإذا جاء إنسان وزعم أن هذا أمر طبيعي، ناحية نفسية، أو هون عليك هذا الذي تشاهده، يأتي الزلزال في بلد، في قرية، في مكان، ثم يأتي من علم شيئاً من علم الله الظاهر ولا يدري أن هذه الآيات إنما هي تخويف وترهيب وطلب من العباد أن يرجعوا إلى الله، يقوم يهون، يقول لا تخافوا من الزلزال، هناك في علاج، أو أن هذا المكان آمن ما يحصل فيه، كيف تفتري على الله وتجرؤ أن تقول تطمئن الناس أن هذا لا يحصل؟ هذا ما بيد أحد من البشر، يكذبه الله عز وجل فيأتي بخلاف ما يقول. هؤلاء تعلموا، ترى كثيرون بينكم هؤلاء الذين يحملوا شهادات بهذا المعنى وقرأوا على أهل الكفر واقتبسوا بعض علومهم في أذهانهم شيء كثير، لكن لما كان أكثر المؤمنين على فطرة ومسلمين ما يجرؤ يقول أمامك هذا، لكن لما تروح لصلاة الكسوف، لأن الكسوف آية من آيات الله، هذه الآية إنما يبعثها الله زي القمر، قالوا قمر كبير خلاف المعهود، هذه آية من آيات الله، لا تظن أن الله جعلها شاهدا عن الكون، هي من باب التسلية ومن باب النظر ومن باب أنك ترفع عن نفس، لا يا عبد الله، آية معناها معجزة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما سمينا هذه آية؟ لأنها جاءت على خلاف المعهود، الله جعل في الكون سنن، يعني سنن معينة، عادات ما تختلف، فإذا ظهرت الشمس من المغرب لا من المشرق معناها ترى آية من آيات الله، وإذا جاء يوم طويل عن غير العهد التي تعلمها اعلم أن وراءها أمر خطير. وإذا رأيت الشمس زاد حرها عن المعهود أو صيف لم يعرف في البلد منذ سنين، مئات السنين، أو فيضان عظيم، إنما هذه آية، الآية معناها معجزة لأجل إخافة العباد وتبصيرهم ورجوعهم من الحق، ما جاءت للتسليات يا عبد الله. لكن من قرأ
ولم يكن له أصل ثابت من هذه الشريعة السمحة، إما أهله نشأوا على هذا الطغيان من المال وغيره ما يعلمون، أو أنه نشأ في بيئة لا تعرف من الإسلام إلا هذه التقاليد فقط، ويتعلم برا ويأتي قد فرغ قلبه وذهنه من أصول هذا الدين، يضحك إذا رأك تهرع إلى المسجد لأجل صلاة الكسوف، أو أنك تطلب الاستسقاء يقول تطلب، هذه سمعناها وتلك حدثنا من يقول بها، يقول هذه ظواهر كونية، كلمة ظاهرة القمر قالوا هذه ظواهر، الظاهرة يعني أمر في الكون اختلطت نسبته فحصل شيء خارج، كما رأيت إنسان فاق في الطول أو رأيت إنساناً بلغ حجمه في القصر شيء عجيب، أو رأيت إنساناً معه من القوة أمر خارق خرج عن العادة، لكن خروجه عن العادة لحكمة. الظواهر الكونية التي اللي يسموها ظواهر أي معناها أن الطبيعة في قولهم هي معناه إله يتصرف، كما يزعمون في النجوم والقمر، لأن كثير من الناس ينسب إلى القمر أمور عجيبة وينسب إلى النجوم أمور غريبة. هؤلاء تراهم بين قد يكونوا بينكم وفيهم من يحمل هذا المعنى، لكن يعلمون هم يقولون هذا الشعب ما تفطن بعد، وهذه الأمة لا زالت في جاهلية قديمة، وهذه الأمة ما بلغت من العلم والنضوج ذاك المبلغ، ما نستطيع أن نصرح لأن ما عندهم ذاك الإيمان. فهم لما يرونكم تخشون هذه الآيات التي يسمونها ظواهر يضحكون منكم، يعني أن هذا شيء عادي ما دخل لله فيه، اعلم أن هذا من الكفر الذي لا يغفره الله حتى يعلم العبد أنه لا يجري في الكون مثقال ذرة إلا بعلمه ومشيئته، لو لم يشأ ما حصل ولو لم يرد ما وجد ذلك الأمر، فهذا الديوان لا يغفره الله عز وجل. وديوان العباد في الظلم لا بد من قصاص، إن لم يستحل الظالم من المظلوم أو يرضيه لا بد من عقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة، فليكثر الحسنات ويعمل المعروف حتى يرضى الله عنه، فإن الله يوم القيامة يرضي ذلك المظلوم ويعفو عن هذا الظالم. وأما ما بينك وبين الله عز وجل من هذه الأمور لا تيأس من روح الله ولا تقنط، الله كريم إذا تبت يفرح بتوبة عبده. اقرأ ما بعده. عن ابن عباس إن ملكا من الملوك خرج، لا الدواوين ثلاثة اللي بعده، الدواوين ثلاثة هو جاب من طريق آخر، نعم الدواوين ثلاثة عند الله عز وجل يوم القيامة، فديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبى الله به شيئا، وديوان لا يدع الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالإشراك بالله، فإن الله عز وجل قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبى الله به شيئا فظلم العباد بينهم وبين الله عز وجل، كل عمل هو لله خالص ليس عباد منه نصيب، فإن الله قادر على يغفره. وأما الديوان الذي لا يدع الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، وهو قصاص بينكم يوم القيامة. طيب اقرأ ما بعده. عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكا من الملوك، عن مجاهد عن ابن عباس، هذه القصة أتى بها عبرة أي للاعتبار، إن صحت يعني وقعت في الوجود فالحمد لله، وإن لم تقع في الوجود فمعناه صحيح. اسمعوا ما يقول القارئ. أن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكته هو مستخف من الناس، حتى نزل على رجل له بقرة فراحت عليه تلك البقرة، فإذا حلابها مقدار حلاب 30 بقرة، فحدث الملك نفسه أن يأخذها. فلما كان الغد
غدا بالبقرة إلى مرعاها ثم راحت فحلبت تنقص لبنها على النصف وجاء مقدار حلاب 15 بقرة. قف على هذه. مجاهد عن ابن عباس أن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكته وهو مستخف من الناس. إيش معنى مستخف من الناس؟ مو يمشي متلثم ما حد عاره، لا، يعني أبعد الحاشية وغير لباس الأبهة والعظمة ومشى في مركوب قديم، من رآه لا يظن أن هذا هو الملك. مو معناته حلق لحيته، هذا لا يجوز يا عبد الله، كما يفعل من يدعي أنه يكون هذا، لا. فهذا الملك المستخف خرج يسير لأجل أن يعرف أمور الرعية ما الذي يكون. اسمع ما يقول. نعم. حتى نزل على رجل له بقرة فراحت عليه تلك البقرة فإذا حلابها مقدار حلابة حتى نزل بمعنى أنه وقف على كذا، إنما العرب استعملت النزول لأن غالبا من يخطر في الأسفار يكون راكب، فإذا نزل على قرية أو نزل على رجل معناته أنه بدل أن يمتطل الراحلة أو الجواد نزل عليه، ثم استعملت هذه اللفظة في أوسع دلالتها، فكل من حل ضيفا على فلان قال نزل عليه، عرفنا معنى؟ فقال نزل على رجل يعني فلاح عنده بقر، وهذا الفلاح كريم بعث إليه بقرة قال هذه حلوبها لك، ما يعرف أنه ملك هو. سمعت هذا؟ اقرأ، أعد العبارة. فلما كان الغد غدا بالبقرة إلى مرعاها ثم راحت فحلبت، قال نزل على رجل له بقرة فراحت عليه تلك البقرة فإذا حلابها مقدار حلاب 30 بقرة، قال أرسل إليه البقرة قال احلبها. هذا في الشرع أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أن من رزقه الله من هذه الدواب التي تحلب أو تركب أو يستفاد منها فإن فيها زكاة، مو زكاة مال، لأن الإبل لابد من 5 أقل النصاب، لكن عنده 2 أو 3 لابد فيها من زكاة. زكاتها أنك تعطي من طلب اللقاح إن كان جمل لجن يلقح ناقته لا يجوز تمنعها، وتعطي من اضطر إلى ركوب وليس له ركوب يبغى المسافة قصيرة ويرجع، وتعطي حلابها لمن رأيت من ضيف أو فقير، فيها حقوق، الجواد الخيل يعني والبقر والغنم والحمير، كل هذه الدواب فيها منافع. فمن زكاتها كالماعون، الماعون يعني الدلو والفاس والقدر لا بد من زكاة فيها من طلبها عارية أو احتاجها، وإلا الله عز وجل توعد واستهجن الذين يمنعون الماعون. فهنا أرسل إليها، بعث إليه البقرة إلى هذا المستخفي ظنه ضيف من الضيوف، قال فحلبت له مقدار 30 بقرة، حليب عجيب جدا في هذه الكمية. ثم ثاني يوم بعث إليه البقرة فلم تحلب إلا نصف مقدار ذاك اليوم. هذا المستخفي قال للرجال ما بال هذه البقرة لم تعطنا كفايتها كما فعلت بالأمس، ليه نصف الكمية؟ هل أطعمتها من غير العلف الذي تأكله أو أسقيتها من غير الشراب الذي تشربه؟ قال لا، العلف والمرعى هو المرعى والشراب هو الشراب. قال إذن لما هذا الفارق في كمية الحليب؟ هذا الرجل بفطرته قال لعل الملك يعني الحاكم، ما يدري أن هذا حاكم، قال لعل الملك هم بأخذ أموالنا وأموال غيرنا. اسمعوا القصة الآن. قال أرى الملك هو أن يأخذها فنقص لبنها، فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة،
قال: وأنت من أين تعرف الملك؟ قال: هو ذاك كما قلت لك. اسمع هذا، قال له الملك: إيش عرفك أنت بالملك أنه هم بأخذ المال؟ لأن الملك لما رأى تلك الحلوبة تعطيه من هذا اللبن الغزير مقدار عجيب، هم بمعنى أنه أوقع إرادة في نفسه، عزم على أن يأخذ هذه البقرة. عزمه يعني حتى الآن ما نفذه، لكن قال: صبيحة اليوم الثاني إذا غادرنا أخذناها. فلما جاءت البقرة اليوم الثاني ما حلبت، قال له: إيش؟ إذا كان المرعى هو المرعى وسقاؤها هو السقاء، ما بالها اليوم لم تعطنا؟ قال له: يمكن الحاكم حق البلد هذه هم بأخذ أموالنا. فيها عبرة ولا ما فيها عبرة؟ هو هذا الخبر جاء به تحت أي عنوان؟ باب الظلم وما يدخره الله للظالم. فلما أخبر بهذا الخبر وقع في نفس الملك موقع عظيم، قال: عجيب، هذا لا يعرف الملك ولا يعرفني أنا. وعلم أن هذا النقصان من ظلم، لأن الزعيم والرئيس إذا هم بشيء خربت أشياء كثيرة، بخلاف العبد، إذا ظلم العبد مظلمته لا تغادر إلا من رآه وسر به فهو شريك له، أو من رآه وقدر على تغييره فلم يغير، فإن العقوبة لا تحل بذاك الظالم، لا بد أن ينال شيئا هذا الساكت من نصيب تلك العقوبة. قال: إذا كان هم، لأن خطراته على الظلم أمر عظيم. قال: فكانت في ذلك توبة ورجوع إلى الله عز وجل. فلما جاء اليوم الثالث بعث إليه البقرة فعاد حلوبها كما كان في اليوم الأول. عظة وعبرة ولا لا؟ إن كانت صحيحة واقعة فالحمد لله، وإن لم تكن واقعة فذاك حق. نسأل الله العافية والسلامة والتوفيق. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: إذا كان هناك من ظلمني ولم يعتذر مني، كما أني لم أقطعه بل وصلت الرحم لله سبحانه وتعالى، فهل يجوز الدعاء عليه أم أتركه لقدر الله سبحانه؟ إن دعوت عليه أو شنعت عليه أمام الناس أو شكوته أو قلت هذا، فأنت انتصفت لنفسك. إيش معنى انتصفت؟ يعني أخذت حقك، إن لم تكن حق كامل فأخذت جزءا من حقك. والله عز وجل لا وهو عدل في أحكامه، من جاء بالسيئة فجزاء مثل تلك السيئة بخلاف الحسنة تضاعف له. فإن أنت انتصفت لنفسك وأخذت شيئا من ظلامتك والله يعطيك حق الباقي. لكن أترك الأمر لله، لا تدعو على اللص الذي سرقك ولا تدعو على من خانك، اصبر واتق الله عز وجل. فالله عز وجل بين أن العاقبة للصابرين وأن العاقبة للمتقين. إيش معنى العاقبة؟ يعني أن مصير الأمر ونتيجته في آخر الأيام تكون لك. جرب هذا ستجده. وإذا اعتبرت بما حصل للمسلمين من نصر وتأييد وقوة، وأن المظلوم إذا اتقى الله عز وجل ينتصف له من الظالم، استرح يا عبد الله، اجلس، الله يفتح عليك. وكملنا الدرس لكن اقرأ مع ذلك. نعم، نقرأ. يقول السائل: هل هناك فرق بين أسماء الله وصفاته؟ هل هناك إيه؟ هل هناك فرق بين أسماء الله وصفاته؟ صفات العبد يا عبد الله تأتي من أفعاله، ما تقال فلان كريم إلا إذا تصدق، ولا تصف إنسان بأنه شجاع إلا إذا علمت له مواقف وبطولات ما ينهزم
ولا يكذ ولا يحصل له ونن ولا كذا، ولا تصف إنسان بأنه عفيف إلا إذا عرض لشهوات المال والفروج فعفى وكف. أما صفات الله عز وجل فهي من ذاته سبحانه، ما جاءت من أفعاله، وهو جواد كريم قبل أن يعطي المخلوق مخلوقاته ما أعطاهم من فضل وحسنى، وهو عال ظاهر على العباد قاهر له قبل أن يخلق العباد. أسماؤه سبحانه وتعالى صفاته مشتقة من أسمائه، وصفاته من ذاته، لأن في صفات فعل، وفيه صفات ذات. صفات الفعل كالخلق والتقدير والإيجاد والمنع، الله عز وجل يفعلها لمن شاء ويمنعها من شاء. نعم، صلى الله على سيدنا محمد.